قمنا بغرس أكثر من 200 شجرة ذات نوعية جيدة التي تفوق طولها 4 أمتار. تم إعطاء إشارة انطلاق من طرف السلطات المحلية بمشاركة السيد الوالي المنتدب بولاية علي مجري، وكذلك مختلف الجمعيات والمؤسسات لمحافظة الغابات والشباب والرياضة، كذلك مؤسسات الري والمختلف مؤسسات لوبيبام ومع مختلف الجمعيات اللي حاضرين معنا والسكان اللي كانوا واجدين بكثرة وبقوة اليوم بيشاركونا هذا اليوم الجميل. قمنا بحملة تحسيسية للتشجير من أجل نظافة المنطقة وتكون مليحة وباهية باه الناس ويجيو فامي هنا مع أولادهم يريحوا فيها باه تعطي منظر مليح، ومنها بعد تكون حملة اللي جانا دولي كيما حنا باه يجيو يديروا أعمال كيما هادو أعمال ملاح